انا هم غابت توريهوني بلي تصويره هذا الشعام بي خطرنا بالنسبه للخدمه نخدم فيها انا نخدم في المعقم في الحرائق شوفير تاع كمين تاع حميد غابت معناها كي تشعل النار في اي جبل في ولايه القصرين لهنا في الولايه نخرج له ساعات نخرج تعزيز برا خارج الولايه كي تبدا حرائق كبار كما الحريق اللي وقعوا تو في جبل الشعامبي خرجنا لهم الكل ودخلنا في بعض منهم وبعض الاخر لا ما نجمناش ندخل. تنجم توريني وين وقعت الحرائق بالضبط؟ الحرائق وقعت في جبل الشعامبي كل المده التاليه كلها وقعت في جبل الشعامبي. انا بالنسبه للخريطه المصاغه الكبيره باش نوريك معناها موقع بالضبط وين مثلا موجوده السرجه ولا تلت الحاج احمد ولا الشعب السوداء ماهيش ما الخريطه ما تنجمش توضح لك الحاجات هذه. هي حريقة وقعت في السرجة في قدام الريلي والحريق الثاني وقع في الشعب السوداء في غارد فورستي اللي قداش تخدمه؟ عندي 13 سنة 13 سنة جيت زباس هذه زباس البارتي نتاع الجبل من فوق سمت الحاج عمار هذه وهذا الوجه اللي فيه المنطقة الصناعية من قدام من هنا بارتي هذي ونحن جايين نمشوا البارتي اللي فيها الريلي من هنا هذا خشام الكلب توريني الدغرة وين موجودة؟ الدغرة موجودة في 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 في, في الزون هذي معناتها قربنا على الاخر معناتها للمدينة اي قريب المدينة حوالي ثلاثة حوالي اربع كيلومتر وهي ديجا بعيدة حوالي زوز كيلومتر ونص كيلومتر على زيت البارتي اللي وقع فيها المدة التالية معناها آخر الانفجار هي بعيدة على المعهد الأعلى للدراسات العليا دراسات تكنولوجية حوالي كيلومتر ونص ثلاثة كيلومتر ومنطقة أهلها بالسكان والجيش وين موجود بالضبط؟ بالنسبة للجيش مطوق الجبل كله موجود في الجبل موجود في الجبل نتاع سمامة وسلوم؟ ما نجمش نقول لك معلومات هذه ما عنديش معلومات دقيقه اني يعني نقول لك موجود ولا مش موجود يكفي ان نعرفوا محميين ولا مش محميين بالنسبه للحمايه جبل الشعامبي هو منطقه عسكريه مغلق باش تم اغلاقها بنقاط بتاع تطويق دايره بجبل الشعامبي وبكله معناها اي عمليه الدخول والخروج الجبل معناها مراقبه كلها بالنسبه للجبال الاخرى ثم عملية تمشيط لكن ما نعرفش بالضبط معناها موجودة بنفس الكمية ولا لا بالقوة الموجودة فما جيش وحرس في الجبل جيش وحرس جيش وحرس في الجبل أنا أسألك موحد كيفاش تفسر أنهم معناتها هذوما اللي يقولوا معناتها موجودين إرهابيين كيفاش يهبطوا هوني معناتها للدغرة وما يتشدوش معناتها ما يشقوش بهم الجيش ويحطوا اللغم بالنسبة للجبل اللغم قليل الزرع بالنسبة للجبل ما فيش إرهابي ما قاعدش فيه إرهابي كيفاش؟ هاكا محطوط معناتها إيه محطوط هو ينجم يكون محطوط كيفاش ما لقاوش معناتها مستحيل إذا كانوا يكونوا إرهابيين الإرهابيين هذولا متفجر اللغم الأول ما نتوقعش إني باش يقعدوا في الجبل وخاصة إن الجبل الشعبي داير كله داير مناطق أهلة بالسكان بارتي هذه تشوفينها كلها هكا كلها كلها مناطق اهله بالسكان معناها السيد هذايا اللي 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 كان موجود في الجبل واللي عنده لي زانديس هذوك كلهم اللاغم الاول وقت الثار ما مستحيل باش نجم يكون يبقى في الجبل هو ديجا نجم يكونوا عاملين على اساس انهم كانظار مبكر نايثو اللاغم راهو جبل تدخل عليه بالنسبه للدخول والخروج نتاع الجبل العمليه اللي وقعت هذه التاليه الاخرانيه خلاص الدلل انه اللاغم ماهوش مزروع ما خيتو يهب من الجبل يزرع اللاغم ويعرض يرجع الجبل لا مزروع حسب رايك هنا بالنسبه لهنا الحاجه هي التحركات هذه ما هيش من الجبل لبرا لا من برا للجبل وترشح